ده النائب محمد ابو العينين مرشح فرد مستقل رقم 10 رمز المدفع عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، ودول عائلات وشباب الدقي اللي احتشدوا في اكبر لقاء جماهيري لدعم ابو العينين. لما وقفنا اتكلمنا معاهم كان كل واحد فيهم عنده سبب. يعني اللي انا اعرفه عن محمد راجل خير، راجل طيب، خدوم لمنطقته، خدوم للجيزة كلها مش للمنطقة بتاعته بس، للجيزة وللصرف ان شاء الله نعمل نوايب للدقي والعجوزة وارض اللواء والمنطقة كلها ان شاء الله. انا نفسي اللي انت تبقى تطلع فوق تشوف شباب الدقي، شباب الدقي منورة المكان كله. الملتقى النهاردة بيتكلم على الدقي في اكتر من 500-600 شاب، دي حاجة كانت نادر حدوثها ان شباب الدقي او الشباب عامة تحضر بالشكل ده. اما لو شخصية زي ابو العينين حاجة قومة، حاجة صناعية، حاجة نفتخر ان احنا نبقى بندعمها. كلنا عارفين ان الراجل ده خير جدا، وعلى دوره النائب التشريع والرقابي حد فاهم كويس جدا. يعني انا من الشخصيات اللي باخدها قدوة ليا، هو قدوة للشباب اللي من سني برضه. وانجازاته في الجيزة كلها بتتكلم عنه، واحنا هنا كلنا في الدقي كنا بنتمنى ان هو يكون نائب عننا. لما دايرة وسط لقينا ان الجيزة تبعنا الحاج محمد ابو العينين، بنروح لزمايلنا في الجيزه واصحابنا وبنلعب كوره، بنفطر مع بعض في رمضان بتاع في الجيزه، نسمع عن الراجل ده حاجات كتير جدا بيعملها قائد مجلس الشعب. زمان دايما بنسمع الحاج محمد في الجيزه وعامل اعماله سابقاه، فاحنا كنا نتمنى ان احنا في نايب يجي لنا الدقي يحس بمشاكل الدقي، يحس بمشاكلنا. حبيبي محمد ابو العينين وخيره على الدنيا كلها. وعلى فكره انا عايز اقول لكم حاجه، لو محمد ابو العينين حب يسقط نفسه مش هيعرف يسقط نفسه. الدقي محتاج واحد زي ده لان خيره سابق في الجيزه بكل اللي بيعمله، وبينجح بدون منافس، وبينزل كل ما بينزل بدون منافس ونجاحه سباق وخيره سباق للناس اللي في الدقي. بيملك ادوات الفارس التشريعيه والانسانيه والخدميه، الى جانب ان هو راجل سفير منطلق في كل دول العالم، فبيقدر يدافع عن مصر وبيقدر يساند الرئيس بتاعنا عبد الفتاح السيسي، وبيقدر يساعده في حاجات كتير جدا في اظهار الصوره الحقيقيه للشعب المصري واظهار الحقيقه الكامله لمصر. والله انا الراجل ده بنحبه لله في الله، الراجل ده دايما معطاء للخير من زمن لزمن، قبل ما يجي دايره الدقي له بصمات في الدقي من زمن، مش من النهارده، مش عشان خد داخل الانتخابات، لا من 15 20 سنه. أنا كده بلدي وبحب بلدي وبموت في بلدي، الله عليها الله 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 الله. أنا كده بلدي وبحب بلدي وبموت في بلدي، الله عليها الله 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 الله. اجتماع الوفاء دي كانت حكايتنا النهارده من مؤتمر شباب وعائلات الدقي بيأيدوا النائب محمد ابو العينين في الانتخابات البرلمانيه اللي جايه. حضرتك في دايره الجيزه او الدقي او العجوزه تقدر تختار نائبك بمنتهى الحريه، ولكن يا ريت تختار النائب اللي تثق فيه، وما تنساش ان الثقه لا تتاتى الا من الاعمال. هاني.